صوب هذه المساحات الشاسعة تحركت القطعات العسكرية من مختلف الصنوف بإسناد جوي، والتي انطلقت من محافظتي صلاح الدين وديالة، وذلك لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة تهدف لإنهاء سيطرة تنظيم داعش على ما وصف بالنهايات السائبة للتنظيم ضمن مناطق الحاوي ومطيبيجة وجلام سامراء، فضلا عن منع تسلل الفارين من الحويجة والشرقاط وجبال حمرين وحقول علاس وعجيل. بأمر من قيادة عمليات المشتركة باشرت قوات قيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات دجلة بالتنسيق العالي لغرض تطهير النهايات السائبة في منطقة أم طيبيجة وجلام. العملية التي انطلقت من 3 محاور أسفرت عن تدمير 16 من مضافات داعش وضبط 3 منصات للصواريخ محلية الصنع وتفكيك وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة واللاصقة والأسطوانية. أثرنا على 3 منصات لإطلاق الصواريخ تصنيع محلي بهذه المنطقة، وأيضا أثرنا على عبوات أسطوانية مخبأة، وأيضا عثرنا على مضافات أوكار اللي تعتبر أوكار للعدو يستخدمها العدو بين الحين والآخر. بعد المضافات والفلول النائمة من عصابات داعش، وإن شاء الله مستمرين ومتوجهين لمطابيجة، وإن شاء الله من هذا الطريق نتوجه للحويجة لتحريرها، وإن شاء الله منصورين. عناصر داعش يتسللون من الحويجة إلى هذه المناطق ذات المساحات الشاسعة والطبيعة الجغرافية التي تساعد على اختفاء المسلحين، فهي مليئة بالحشائش والأدغال، لذا فإن قوات عسكرية كبيرة شاركت بالعملية وأشرفت عليها 3 قيادات دجلة وصلاح الدين وسامراء. تواجد العدو هنا عن طريق تسلل من المناطق الشمالية من اتجاه من الحويجة أو من جبال حمرين يستلل إلى هذه المنطقة، توفر هذه المنطقة للعدو ملاذا آمنا لسعة مساحتها، تبلغ مساحتها بحدود 300 كيلو متر مربع، ولتواجد الأدغال والحشائش بكثافة في بعض المناطق اللي توفر لها الملاذ الآمن. من منطقة مطيبيجة في الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالة وصلاح الدين، هادي العنبقي، الحرة.